بعض النجوم لم يستكملوا دراستهم، اتجهوا للفن وحققوا نجاحات كبيرة، فشلهم الدراسي لم يؤثر على شهرتهم وحب الجمهور لهم. ندمت شيرين عبد الوهاب بسبب عدم استكمال دراستها، تمنت استكمال دراستها وتعلم الإنجليزية، عوضت ذلك في تعليم بناتها. اتجهت يسرى للتمثيل بعد انتهاء دراستها للثانوية العامة. محمد رمضان تم فصله من معهد الفنون المسرحية، غيابه المتكرر كان السبب في عدم استكمال دراسته. الشهادة الإعدادية هي الشهادة التي حصل عليها محمد الشرنوبي، نجاحه في الحياة الشخصية عوض عدم استكمال دراسته. اكتفت أصالة بشهادة الثانوية العامة واتجهت لمجال الغناء. علا غانم تركت دراستها في كلية الفنون التطبيقية بعد شهرتها في مجال الإعلانات. أم كلثوم كانت تذهب للكتاب فقط، ثقفت نفسها بالقراءة والتواجد مع كبار المثقفين والأدباء. فريد الأطرش ترك المدرسة للعمل في الموسكي، دخل عالم الفن وانضم لمسرح الفنانة بديعة مصابني.